السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 63. عندنا اليوم إيفالياسيون، عندنا أ ليكسيك أوبجيكتيف يعني الهدف من هذا ليكسيك، إتيليزي أن ديكسيونير، باسي de la définition au mot ou bien des mots à la définition يعني انتقال من تعريف الى الكلمه او من كلمه الى تعريف. اولا je range dans les deux colonnes les noms au masculin et les noms au féminin يعني ورتب في العمودين، العمود الأول العمود الثاني، الأسماء المذكرة الأسماء المؤنثة. إذن لدينا هنا أدريس، أدريس ستانون فيمينا، أدريس فيديو تنقولو لا فيديو إذن فيمينا. أورديناتور تنقولو لورديناتور أو بيان عن أورديناتور. Un incendie, yani kangolo, un incendie qui m'a dit, yani masculin. Patrie, yani kangolo, in. Ou bien, oui, patrie, yani kangolo, une patrie. Laisser, nero, à laisser, idem, masculin. موزولي كنقولو ان موزولي. موزولي ديكتي يعني كنقولو ان ديكتي يعني فيمينا. واخا ديكتي وهاد موزولي يعني كنشوفو هنا يعني عندهم او اي اي او ا يعني او اكسون او، مع ذلك يعني كان كنديروها في الماسكيلين بحال بحال موزولي. اذا ديفينيسيون كنقول لا ديفينيسيون، اذا فيمينا. Orage, kangolo un orage. Grêle, yani kangolo une grêle, yani féminin. Grêle. Cravate, kangolo une cravate, yani féminin. Cravate. إذا ندوزو للثانيين، أون ميدون
des dictionnaires, je donne une définition juste. يعني يعني بمساعدة المنجد يعني سوف نبحث عن يعني شرح فوغي بلوي بارابلوي اي فون. إذن أنا أعطيكم واحد الشرح يعني هذا هو السؤال الثاني. إذن عندنا فوغي c'est un vaste étendue de terrain couvert d'arbres, ensemble des arbres qui couvrent cette étendue. يعني مساحة شاسعة من الأراضي مغطاة بالأشجار أو مجموعة من الأشجار التي تغطي هذه المنطقة. بلوي c'est un vapeur d'eau atmosphérique condensée en gouttes qui tombe du ciel sur la terre. يعني بتكاتو في بخار الماء في الغلاف الجوي في قطرات تسقط من السماء إلى الأرض. بارابلوي c'est un abri portatif formé d'une manche soutenant une étoffe fixée sur des baleines et utilisée pour se protéger de la pluie. يعني هو مأوى متنقل يتكون من مقبض يدعم القماش متصل بالأضلاع ويستخدم للحماية من المطر. vent c'est un déplacement d'air pli au moins important ressenti à la surface du globe. يعني هو هواء يتحرك أو ينتقل بسرعة يعني كبيرة أو قليلة على سطح الكرة الأرضية. إذن هذا هو يعني التمرين الثاني كما قلنا. ندوزو للجرامير. اوبجيكتيف ريكونيتر لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. يعني التعرف على المجموعة الاسمية والمجموعة اللفظية. جانديك لو تيب دو لا بروميير فراز des textes de lecture. يعني عندنا غادي نرجعوا للنص. يعني عندنا هنا هذا هو يعني الجملة الأولى من النص. عندنا la circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. يعني هذه هي الجملة اللي غادي نخدموا عليها. إذن j'indique le type de la première phrase de texte de la de lecture. يعني هاد الجملة نوع الجملة في النص القراءة. يعني واش أمرية ولا يعني استفهامية ولا تعجبية. إذن c'est une phrase une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Je refais cette phrase pour le rendre interrogatif. يعني نعود هاد الجملة وردوها استفهامية. إذا لابد نديرو الجملة استفهامية. يعني الجملة استفهامية
غنديرو كمثال اسكو اي اسكو سكو لا circulation la circulation à Casablanca est devenue un véritable كاستيت يعني كاس يعني كملوا الجملة كاملة حتى الكاستيت تيت ونديرو البوان دانتيروغاسيو يعني كملوا الجملة هنايا درت لكم النقاط باش تكمل الجملة حتى الكاستيت ونديرو بوان دانتيروغاسيو هنا ديري في ثالثا ce monument est beau. Je rends cette phrase exclamative. يعني اجعل هذه الجمله تعجبيه. اذا باش نديرو تعجبيه ممكن نديرو comme ce monument est beau او بيان نديرو oh ce monument est beau كنديرو هنايا يعني الماجيسكيل او ce monument est beau. On m'a dit ça, yani à la mettre à jour. Rabian, je trouve le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans la phrase suivante. Il y a des nebhet al ou agit, yani le groupe nominal sujet ou le groupe verbal fi had le jumla li adna hna adna des milliers de touristes visitent Marrakech. Idan li bghina na'rfou يعني فين هو الجروب نومينال سيجي او فين هو الجروب فيربال خصنا نعرفو اولا نعرفو الفيرب اذا الفيرب هو هذا فيزيت ديما الجروب نومينال سيجي كيكون قبل الفيرب اذا هو هذا اذا الجروب نومينال سيجي عندنا ديميلي de touristes ou le groupe verbal qui est un sujet jusqu'à l'autre. Donc, le groupe verbal visite Marrakech. Marrakech. أو نكملو. إذن هادشي اللي كان في الصفحة 63 يعني هادو هما التمارين اللي فيها.